يغرقون في الأزمة ويتجرعون تكاليف قوائم عريضة من المطالب والاحتياجات الضرورية، والبعض يغادر السوق دون شيء فقط لأنه يريد النجاة من موجة غلاء الأسعار الجديدة. لا تقدر يعني تشل لك يعني حتى قوت يومك الأيام هذه. الأسعار ارتفعت بسبب إيش؟ التجار. لعل هذه العملة المهترئة تدل على بلاده التي لم تشهد استقرارا كاملا منذ عقود، وإن استقرت في مضارباتها أمام العملات الأجنبية لكنها لا تفي بالغرض ولا تكفي لشراء ما يحتاجه من أساسيات المعيشة. والأسعار لا زالت على حالها، التجار محتكرين. عندما تكلم التاجر تقول ليش الأسعار ما تنزل والسعودي نزل والدولار نزل، يقول احنا معنا بضاعة من الأول ما قد اشترينا جديد. تدريجيا استقر الريال اليمني عند حدوده القصوى أمام العملات الأجنبية، ولم تستقر معه أسعار المواد والسلع المختلفة في الجوف، ومثلها أسعار الإيجارات التي أخذ المؤجرون يغالون في أسعار المنازل، مستغلين أوضاع النازحين الفارين من مناطق الميليشيا إلى مناطق سيطرة الشرعية. يرجع مواطنون ذلك إلى غياب دور السلطات المحلية، وعلى رأسها الغرفة التجارية الغائب دورها تماما في الحد من هذا الجشع وضبط المتلاعبين بالأسعار. هناك جشع كبير جدا من المؤجرين في محافظة الجوف، يعني سعر الشقة الواحدة من تصل من 60 إلى 70 إلى 120، في ظل أيضا تدفع مقدم من 700 إلى 600 ألف إلى أيضا مليون تصل إلى هذا الحد. هناك غياب تام للسلطة المحلية في هذا الدور، وخصوصا بأن هذه الأسر نزحت من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. ما في رقابة، ما في متابعين للمحلات إلى حد الآن والله العظيم، وأنا يوميا بالأسواق وفي المحلات وخاصة الوكالات التجارية هنا بالسوق هذا، ما في متابعين بعدهم. تستقر العملة الوطنية أو تنهار مجددا، لا يشكل ذلك فارقا بالنسبة للتجار في هذه المحافظة، فأسعار المواد وقيمتها الشرائية في تزايد مستمر، ولا وسيلة أمام المواطنين لتجاوز هذا الوضع الاقتصادي والإنساني الأكثر تعقيدا. على الرغم من الاستقرار النسبي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، تشهد السوق المحلية في محافظة الجوف ارتفاعا مهولا في أسعار المواد الغذائية المختلفة، وهو ما يشكوه المواطنون في ظل غياب السلطة المحلية ودورها المفترض حيال ذلك. على الجرادي قناة بلقيس الجوف.